اهلا وسهلا فيكم بموسم جديد من فلمنجي. هالموسم رح يتناول موضوعات مختلفه منها اخر اخبار المشاهير المحليين والعالميين، وطبعا شو جديد السينما. رح احكي لكم عن اجدد الافلام اللي موجوده بالسينما لحتى تروحوا وتحضروها. الفيلم الأول لليوم هو الجزء الجديد من الفيلم الغنائي ماما ميا للمخرج أول باركر باسم ماما ميا Here We Go Again. I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself. Your mother was the bravest person we ever met. Look at my baby. بعد مرور 10 سنين على إطلاق ماما ميا، رجع الفيلم لحتى يحكي لنا ويكمل لنا قصة دونا. في الفيلم ميريل ستريب بتلعب شخصية دونا واللي بتكون والدة سوفي، واللي بتلعب شخصيتها الممثلة أماندا سايفرد. Let me tell you how she did it all on her own. Life is short. The world is wide. I want to make some memories. بهذا الجزء تحديدا بتكون سوفي حامل بمولودها الجديد، وبمناسبة هاي المرحلة الجديدة من حياتهم بيرجعوا لماضي دونا العاطفي وحقيقته. مثل الجزء الأول، الفيلم ميوزيكال، فكل مشاهده غنى ورقص، والمشهور بأغاني آبا، واللي بيتضمن العديد من الممثلين من ضمنهم بيرس بروزنان، كولين فيرث وشير، والمزيد من الأبطال. I've never felt closer to my mom. She wasn't scared because she had me. الفيلم الثاني لليوم هو بيروت، فيلم الإثارة التجسسية للمخرج براد أندرسون المقتبس من واقع الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1982. I was raised as an only child with two people who basically hated each other just enough to stay together. So I guess you could say I've been mediating since well before I was born. في الفيلم يرجع ميسون سكايز الشخصية الأمريكية الدبلوماسية لبيروت لحتى ينقذ صديقه من المجموعة اللي قتلت عائلته لحتى يثأر وفاتهم. Mason Francis Skiles, 45 years old. 10 years ago, he was deputy chief of mission here until his wife was killed. He's damaged goods, but he's manageable. الممثل جون هام هو اللي بيلعب دور ميسون سكايلز، واللي بيكون متزوج من سيدة لبنانية اسمها نادية، وللأسف بيتم قتله. What do you want? I will track Al Araile for the return of my brother, Rafael Borajan. Give me a meeting in Israel. Munich Olympics, Madrid, flight 305. بمساعدة ساندي كراودر واللي بتلعب دورها الممثلة روزموند بايك، بيلجأ ميسون لكل الطرق لحتى ينقذ صديقه. He's given us 6 hours to deliver the brother. He's hiding. He's been driven so deep his own people don't know where he is. Right now there's a hell of a lot of unprotected pieces in the field. فيلم مليء بالغضب والإثارة، وبيعكس واقع الحرب الأهلية في لبنان في فترة زمنية معينة. 2000 years of revenge, vendetta, murder. Welcome to Beirut. وأكيد ما بتكمل حلقة فلمنجي من غير فيلم أنيميشن كارتون يكون مناسب لكل الأعمار والعائلات. فيلم اليوم مضحك ومميز، ولكن هو الجزء الثالث من فيلم هوتيل ترانسلفانيا. Too many eyes, too few eyes, not into tentacles. Dad? No, babies! You're stressed out from working too hard. You need a vacation from running everyone else's vacation. And I know just how to fix it. أحداث الفيلم بتكون على هاي السفينة تحديداً، اللي بيسافر دراكولا وعائلته ومجموعة من الأشخاص والوحوش عليها لحتى يواجهوا أحداث غير متوقعة. Okay, smile. Check it out, Dad. There's so much to do. Olympics, swimming pool. I got this.
اللي بيميز دراكولا في هذا الفيلم هو وقوعه في الحب بكابتن السفينة إيريكا، ولكن إيريكا الشخصية الغامضة تطلع غير متوقعة. You must be the one and only Dracula. There's something about an accent that makes a man sound so intelligent. أحداث غير متوقعة ودراما على متن هاي السفينة، وشخصيات وفنانين متعددين بلعبوا أصوات هدول الأبطال، من ضمنهم سيلينا غوميز وآدم ساندر. أكيد بنصحكم أنكم تروحوا وتحضروا هذا الفيلم المسلي مع أصدقائكم لأنكم رح تستمتعوا فيه. Must have been garlic in the guacamole. Isn't that deadly for you? Was that you? وبهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الأفلام اللي اخترت لكم إياها، وبلاقيكم بحلقة جديدة وموضوع جديد.